دكتور محمود محي الدين، يعني طبعا لازم نسأل حضرتك دلوقتي عن ما هو تصورك للناتج الاقتصادي على سبيل التحديد من الحرب الأوكرانية الروسية. يعني الحرب، أي حرب الواحد يتوقف عندها الأول، خاصة إذا كانت حرب جارية، بالدعاء والتمني والرغبة فإنها تنتهي، لأن كل ساعة بتمر لها ضحايا، ضحايا مباشرين بالقصف وبالضرب وبتبادل القتال، وضحايا حول العالم، ناس تعرضوا لمشاكل، نقص غذاء، ارتفاع في أسعار الوقود، مشاكل مالية. الأزمة المالية في 2007-2008 ما حصلت سبقتها أزمة غذاء وتزامنت مع أزمة وقود، فكانوا يسموها وقتها 3F، فاينانس وفود اند فيول اللي هي الوقود. دلوقتي هي 4F، هم الثلاثة نفسهم بس بشكل أشد، وأيضا معاهم الفيرتلايزرز أو الأسمدة. وبالتالي هذا العالم شديد الترابط. فمنطقتنا مثلا هتجد الدول تأثرت سياحتها والأسعار الغذاء والتضخم ارتفع، وإحنا كنا مهددين من قبل كمان بسبب زيادة الأسعار، يعني قبل أوكرانيا كان في ارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم العالمية. أمريكا وأوروبا سجلوا أعلى معدلات تضخم من 40 سنة، ده قبل الحرب الأوكرانية. يعني برضو ما أقدرش أن أنا عشان وأنا بعالج الأمر، هل لو توقفت الحرب الأوكرانية الآن الأمور هترجع كما كان؟ مش أولا مش هترجع كما كانت، لا في مستوى العلاقات السياسية ولا في الأوضاع الاقتصادية. بعض الناس هتستفيد، أي حرب بيطلع منها خاسر، مش بس في متداخل فيها ولكن بيطلع منها خاسر وبيطلع منها فائز، وفائز عن حقه وفائز بانتهازية اللي بيعرفوا بأغنياء الحرب يعني. أنا هنا باخد منهج يعني شديد الواقعية في التعامل مع الموضوع. لو أنا بقول إيه، لو لا قدر الله واحنا قاعدين كده حد رمى طوبه على الازاز اللي عندنا ده، الطوبه وقعت عندنا وكسرت الازاز، هل علاج هذا الامر ان انا باخد الطوبه وبرميها تاني فيسترد الامر؟ الكلام ده ينفع بقى في ان انا برجع شريط السينما او شريط الحلقه لورا؟ لكن في واقع الامر ان تداعيات هذه الحرب على المستوى العالمي هتستمر معانا لفتره طويله، حتى لو انتهت ونتمنى وندعو انها تنتهي الان.